محمود حسين، محمود حسين في حواره مع محمد ناصر اتكلم كلمة عبارة من أخطر العبارات اللي ممكن يبنى عليها خلال الفترة القادمة. تعالوا نشوفوا كده وأقول لكم عليها. حين تم انتخاب مكتب الأزمة أنا اللي مسلمه بنفسي كل ما لدي من أوراق وأموال وأشياء كلها. وما الأزمة فين؟ ما أنا بقول لحضرتك أهو. من قال إن إحنا سلم مسلم؟ كلام تاني ده. هذا صحيح. من الذي سلم مركز السياسي اللي موجود إلى يومنا هذا؟ مين اللي مستلمه؟ الجماعة؟ ولا ما زال مع الدكتور عمرو دراج؟ أنا اللي مسلمه. هنا اتهام من محمود حسين لعمرو دراج بالسرقة. محمود حسين يتهم عمرو دراج بالسرقة. يتهموا بعضهم بعضا بأن هم الخلاف اللي بينهم مش خلاف على حديث صحيح ولا حديث موضوع، الخلاف الذي دب بينهم حديث عن مبالغ مالية، حديث عن أوراق ومستندات ومبالغ مالية. هكذا هم أهل الدعوة. أيها الأغبياء، أيها المغرر بكم، انظروا هذه هي جماعتكم، وهؤلاء هم قادتها يتلاسنون في برامج موجهة بيقودها مرتزقة بيفضحون بعضهم البعض.